اعملي كده كور رسمه وشي، اصل انا مسحوبه من لساني. حبل افكاري، حبل افكاري. سوري، في البحر، في البحر وفي البحر مش عارف ايه وصحراء واو. لا لا اكس اكس طبعا، يعني اكيد انا بؤمن ان انت لو حبيتي شخص ما مش هتب يعني مش هتكرهيه انك تخرجي منها. طبعا في طرق كتير، كل واحد على حسب طريقته. انا مثلا يعني في التزاين مثلا بعد يوم شاق من المشاعر والاحاسيس والحاجات دي، يعني بحب مثلا اقعد على الكنبه اتفرج على حاجه حلوه، اكل اكل لذيذ، اسمع مزيكا. ساعات لما بخلص مسلسل وبيبقى تقيل ببقى عايزه اقعد في البحر، على البحر، سوري، في البحر، في البحر وفي البحر، في البحر وعلى البحر. مليكة برضو تعبت جدا في وقت الغروب، احنا قعدنا فتره طويله برضو بنحضر، احنا استاذه كامله والتماثيل والتصوير كان في الصحراء ومش عارف ايه وسيوة وشمس ومش عارف ايه وصحراء وغولة ومش عارف، فكان برضو موت. لا ده انت عايزة ايه، ايه انت عايزة توديني في داهية؟ لا 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 ما ينفعش، ولا لا 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 اصلا انا يعني احنا بنقول عنا بالاردن مسحوبة من لساني، يعني عارفة الناس اللي هو لو اتكيت عليهم زيادة هيقولوا كل اللي عندهم. ورق عنب وكوسة على طريقتنا. منسف، دي الأكلة الأردني التقليدية بتاعتنا، يومي يعني من أطبخ. هو زبادي مطبوخ جواه لحمة ضاني، وبعدين في صدر كده كبير بيتحط عليه عيش اسمه شراك، وبعدين فوقيه بتحطي الرز مكسرات، وبعدين قطع لحمة أو اللحمة الموجودة، وبعدين بتحط عليها بقى وبتتاكل في البيت. تعملي كده كور. لو أنا شخصية كرتون، أنا أصلاً في ناس كتير بيقولوا لي أنت كرتون، يعني مقتنعين أن أنا شخصية كرتونية علشان أنا يعني أنيميتد. إيه ده، ميرميد؟ الله، ليه لأ؟